طبعا الكلام ده الحقيقة كلام مهم جدا، كلام بيشرح الأزمة، كلام بيتكلم ليه احنا وصلنا للمرحلة دي، كلام بيقول ان في اطراف عديدة شريكة في هذه الأزمة، وفي نفس الوقت معلومات مهمة انه خلال اسابيع ان شاء الله قبل ابريل 2014 زي ما قلت لكم قبل كده هيضخ في البنك المركزي مبلغ ضخم، وسيكون البنك المركزي مسؤول عن هذه السيولة والقضاء على السوق الموازي، ومن ثم بالتأكيد بعدها هنشوف انخفاض في حجم التضخم العالي اللي واصل أكثر من 35% أظن دلوقتي. كل ده يدينا إيه؟ كل ده يدينا أمل في بكرة. مش لازم يا جماعة أخواننا اللي بيظلموها إن البلد خلاص والبلد وقعت والدولار كذا والدولار، لا، حتى لو وصلنا للأزمة دي هقعد أندب ولا هقعد أشوف حل؟ القيادة السياسية بتتابع، والقيادة السياسية توصلت إلى حلول مهمة ومعقولة سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة، فخلوا عندنا أمل. والله بلدنا فيها خيرات كثيرة، بس نعمل كده، حط ايدينا في ايدين بعض ونتحمل ونقاوم، لان البلد احنا انخفض لنا حوالي كام، حوالي 35% اظن من الاموال اللي جايه من الخارج. طبعا لما يبقى في جو بهذا الشكل بيحصل حاجات كتير كده. عايزين ناسنا واهلنا، بلدكو عايزاكو، اقفوا معاها، محدش هيقدر يزايد على وطنية المصريين. اللي بره وطنيتهم لا تقل عن اللي جوه، بالعكس، سفراء مصر في الخارج، 10 مليون سفير مصري في الخارج. عشان كده الامل دايما يبقى موجود، والقياده السياسيه 24 ساعه بتتابع هذا الملف مع الحكومه ومع السيد الدكتور رئيس الحكومه. والاخبار مطمئنه برغم ان البعض بيسودها في وشنا، لكن انا بقول لكم الأخبار مطمئنة، وإن شاء الله قريبا سنسمع أخبار